لله الواحد امين. كل عام وانتم بخير، ونهني اخوتنا المسلمين بمناسبه حلول السنه الهجريه. وبع كل ذلك الا ان القس دوماديوس القس المصري يفجر عواصف بعد تفجير العاصفه وذهابه الى ايران، وبعد الاشاعات التي يعلن فيها اشهار اسلامه، وبعد ان يقوم بتوشيحات للحسين، وبعد ان قام ايضا بالتعبد للحسين، وبعد اقامه اضاحي في عيد الاضحى للاخوه المسلمين، وهذا لا يعيب ايضا، ولكنه قام ببث مباشر وهو غير مباشر في نفس الوقت، واذاع يبحث عن شقه ب 4 مليون جنيه، وانه بحسب الوراق وامبابه وغيره وغيره، ولم يلتزم بقواعد الكنيسه، وان ياتي يعتزل للكنيسه القبطيه ويفجر عاصفه للمسيحيين ويقول لن اصمت ولساني لم يسكت ابدا. وبعد تصرفاته وتصريحاته التي اثارت جدلا واسعا في مصر، وقرار الكنيسه القبطيه ايقافه عن الخدمه القانونيه، خرج القس دوماديوس وحبيب ابراهيم عن صمته لقاء من اجل سلام الكنيسه كما يدعي. قس مصري يثير بلبلة وغضب بين الاقباط المسيحيين، ماذا فعل هذا القس؟ هل هو قس ام راهب؟ فقد رد على الكنيسه قرار الكنيسة عبر تدوينة على حسابه في الفيسبوك، بالرغم ان البابا قال له ما تتكلمش ولا تقول اي حاجة، موجها حديثه الى البابا، كما اكد انه طلب ترتيب لقاء معه منذ عام 2013، لكنه لا يزال ينتظر الرد منذ 11 عام وحتى الان. هذه اكذوبة، لان البابا يستطيع ان يقابل كل انسان. واضاف كاتبا: اسمح لي قداسة البابا بلقائك لمدة نص ساعة لأجل سلام الكنيسة وبنيانها. كذلك قال القس الموقوف عن الخدمة: أطلب لقائك وأنت تعلم جيدا مدى كنيستي، وأن هذا البيان لتهدئة الرأي من إثارة ضدي ومن دون إثارة الرأي العام ضده. القس دوماديوس يعتذر يقول: لذلك وضح القس أوضح القس دوماديوس أنه قدم اعتذاره عن كل ما أثاره من بلبلة وتم فهمه بطريقة خاطئة، وأضاف: نحن كأشخاص ذاهبون، ولكن الكنيسة ثابتة وستظل ثابتة، وهناك من بعض الرعاة الذين يحاولون تقصير الكتاب المقدس أو تقسيم الكتاب المقدس، ومنهم معاذ عريان الذي لا نستطيع نطق اسمه، ليس بصفته أنه شخص، وأنه يدعي أنه كتب كثيرة للكتب المقدسة. الإنسان تضل الجميع، تأتي بآية من الشمال وآية من الجنوب وآية من الشرق وتدعي أن هذا، وهناك من يدعي ويقول: كيف يكون الإله إنسان لأنه يتبرز وأنه يأكل وأنه يشرب وأنه يعاشر الخطاة والزناة لأن قلبك ليس فيه محبة؟ الله في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله، كلام كل شيء يزول، السماء والأرض تزولان ولكن كلام الله لا يزول، وهذا ما قاله القرآن. وصف بأنه قال: أوصيكم بأهل الذمة لأن منهم قسوسا وربانا يصلون بالأديرة. وأنت تعلم كل ذلك وتعلم، وكما يقول أيضا القرآن: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأهل الذمة اللي هم أهل الكتاب: أرجوكم أرجوكم لا تسيروا كغنم وراء هذا الشخص المضل. أنا أعلم هنا جيدا أن هناك إخوة لنا مسلمين محبين من الوسط، ونطلب من الله أن يجعل الوزارة الجديدة تكون وزارة صالحة من أجل الشعب. هناك بعض الإثارات وهناك بعض الشوشرة وهناك بعض الكلام على وزير التعليم الذي أصبح وزيرا بعد أن كان مديرا تنفيذيا في بعض المدارس الأجنبية، ولا
وليس ذلك في دخلنا التدخل أو أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لكن نطلب من ربنا أن يعفي عنا الغلاء والوضع. المهم نرجع لموضوعنا، ان بعض التعليقات والتصرفات والفيديوهات التي نشرها هذا القس المصري خلال الايام الماضيه فجرت بلبله بين الاقباط المسيحيين، ما اشعل موجه انتقادات ضده، ما دفع الى ايقافه عن الخدمه. صفحه الاب دمديوز بيقول ايه بقى؟ شكرا جزيلا ابونا قداسه البابا، ولكني طلبت من اللجنه المجمعه ان ترتب لي لقاء انتظر من قداستك منذ 11 عام حتى الان منذ 2013. خرجت من عند اللجنه الى القدرائيه ووجدت قداستك متواجدا، لم اجد ابونا كورولوس او ابونا مكاري للتواصل، وما زلت اطالب بهذا اللقاء حتى النفس الاخير. اسمح لي يا ابي قداسه البابا بلقائك لمده نصف ساعه لاجل سلام الكنيسه وبنيانها. اطلب لقاء قداستك وانت تعلم جيدا مدى غيرتي وحرصي على كنيستي، وان هذا البيان لتهيئة الرأي العام الذي تعلم ايضا من اثاره ضدي. مين يا اخويا اللي هيصير ضدك؟ وانني بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ دیکھ رہے ہیں فریدا کوکنگ پوائنٹ. میں آپ کی المشروم بيفرق على التاني، تطلبه من على ابلكيشن ماكدونالدز وبس. مين بمناسبة حلول السنة الهجرية، وبع كل ذلك إلا إن القس دوماديوس القس المصري يفجر عواصف بعد تفجير العاصفة وذهابه إلى إيران، وبعد الإشاعات التي يعلن فيها إشهار إسلامه، وبعد أن يقوم بتوشيحات للحسين، وبعد أن قام أيضا بالتعبد للحسين، وبعد إقامة أضاحي في عيد الأضحى للإخوة المسلمين، وهذا لا يعيب أيضا، ولكنه قام ببث مباشر وهو غير مباشر في نفس الوقت، وأذاع أنه يبحث عن شقة بأربعة مليون جنيه، وأنه بحسب الورداء وإمبابة وغيره وغيره، ولم يلتزم بقواعد الكنيسة، وأن يأتي يعتزل للكنيسة القبطية ويفجر عاصفة للمسيحيين ويقول لن أصمت ولساني لم يسكت أبدا. وبعد تصرفاته وتصريحاته التي أثارت جدلا واسعا في مصر وقرار الكنيسة القبطية إيقافه عن الخدمة القانونية، خرج القس دوماديوس وحبيب إبراهيم عن صمته لقاء من أجل سلام الكنيسة كما يدعي. قس مصري يثير بلبلة وغضب بين الأقباط المسيحيين، ماذا فعل هذا القس؟ هل هو قس أم راهب؟ فقد رد على الكنيسة قرار الكنيسة عبر تدوينة على حسابه في الفيسبوك، بالرغم أن البابا قال له ما تتكلمش ولا تقول أي حاجة، موجهاً حديثه إلى البابا، كما أكد أنه طلب ترتيب لقاء معه منذ عام 2013، لكنه لا يزال ينتظر الرد منذ 11 عام وحتى الآن. هذه أكذوبة، لأن البابا يستطيع أن إنسان. وأضاف كاتبا: اسمح لي قداسة البابا بلقائك لمدة نصف ساعة لأجل سلام الكنيسة وبنيانها. كذلك قال القس الموقوف عن الخدمة: أطلب لقائك وأنت تعلم جدا مدى غيرتي وحرصي على كنيستي، وأن هذا البيان لتهدئة الرأي العام الذي تعلم أيضا من إثارة ضدي، من دون الإشارة إلى المقصود من إثارة الرأي العام ضده. القس دوماديوس يعتذر يقول: إلى ذلك وضح القس أوضح القس دوماديوس أنه قدم اعتذاره عن كل ما أثاره من بلبلة وتم فهمه بطريقة خاطئة، وأضاف: نحن كأشخاص ذائبون، ولكن الكنيسة ثابتة وستظل ثابتة، وهناك من بعض الرعاة الذين يحاولون
تقسيم الكتاب المقدس أو تقسيم الكتاب المقدس، ومنهم معاذ عريان الذي لا نستطيع نطق اسمه، ليس بسبب أنه شخص قوي وأنه يدعي أنه كتب كثيرة للكتب المقدسة. أنت إنسان تضل الجميع، تأتي بآية من الشمال وآية من الجنوب وآية من الشرق وتدعي أن هذا. وهناك من يدعي ويقول كيف يكون الإله إنسان، لأنه يتبرز وأنه يأكل وأنه يشرب وأنه يعاشر الخطاة والزنا، لأن قلبك ليس فيه محبة. الله في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله. كلام كل شيء يزول، السماء والأرض زلان، ولكن كلام الله لا يزول. وهذا ما قاله القرآن، وصف بأنه قال أوصيكم بأهل الذمة لأن منهم كسوسا وربانا يصلون بالأديرة. وأنت تعلم كل ذلك، وتعلم وكما يقول أيضا القرآن اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأهل الذمة اللي هم أهل الكتاب، أرجوكم أرجوكم لا تسيروا كغنم وراء هذا الشخص المضل. أنا أعلم هنا جيدا أن هناك إخوة لنا مسلمين محبين من الوسط، ونطلب من الله أن يجعل الوزارة الجديدة تكون وزارة صالحة من أجل الشعب. هناك بعض الإصرارات، وهناك بعض الشوشرة، وهناك بعض الكلام على وزير التعليم الذي أصبح وزيرا بعد أن كان مديرا تنفيذيا في بعض المدارس الأجنبية، وليس ذلك في دخلنا التدخل. أو أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لكن نطلب من ربنا أن يعفي عنا الغلاء والوباء. المهم نرجع لموضوعنا، أن بعض التعليقات والتصرفات والفيديوهات التي نشرها هذا القس المصري خلال الأيام الماضية فجرت بلبلة بين الأقباط المسيحيين، ما أشعل موجة انتقادات ضده، ما دفع الكنيسة القبطية إلى إيقافه عن الخدمة. صفحة الأب دمديوز بيقول إيه بقى؟ شكرا جزيلا أبونا قداسة البابا، ولكني طلبت من اللجنة المجمعة أن ترتب لي لقاء أبوة، أنتظر من قداستك منذ 11 عام حتى الآن منذ 2013، وخرجت من عند اللجنة إلى القدرائية ووجدت قداستك متواجدا، ولم أجد أبونا كورولوس أو أبونا مكاري للتواصل، وما زلت أطالب بهذا اللقاء حتى النفس الأخير. اسمح لي يا أبي قداسة البابا بلقائك لمدة نصف ساعة لأجل سلام الكنيسة وبنيانها. أطلب لقاء قداستك، وأنت تعلم جيدا مدى غيرتي وحرصي على كنيستي، وإن هذا البيان لتهيئة الرأي العام الذي تعلم أيضا من أثار ضدي. من يا أخويا لا يصير ضدك، وأنني اعتذرت فيديو كتابة عن كل ما فهم بالخطأ من خلال حملات تقدير الصف العام. يا سلام، رحت إيران واحتضنت الشيوخ الإيرانيين واحتضنت الشيعة وتعبدت بالحسين وأصنعت أشياء غير لائقة بأي كاهن مسيحي، ويقول شاكر أبوتك واحتضانك ورعايتك. أنت خليت الكل يقعد يقطع في مصارين المسيحيين أيها الكاهن القص. ويسمح لي بنشر قراره على صفحات التواصل ليطمئن قلب الجميع. مش محتاجة أنك تنشر إن البابا وعد ونفذ وقام بواجبه على أكمل صورة. نحن كأشخاص ذاهبون للكنيسة، ولكن الكنيسة ثابتة وستظل ثابتة لأنها مبنية على السيد المسيح صخر دور. ذهاب للدير وسام على صدري، لأني سأتعزى بملك الملوك وابن المسيح الخاضع دائما وأبدا لمشيئة الرب يسوع المسيح، لنشر المحبة والسلام وسلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة الجامعة الرسولية. طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. لا يمثل إلا نفسه. وأوضحت رسميا في بيان مساء أمس أن كل ما صدر عن القس دوماديوس حبيب دوت من تصرفات المثيرة للجدل لا يمثل سوى شخصه أو أن الكنيسة غير مسؤولة عنها، كما اعتبرت أن هذا الكاهن أثار الكثير من الأزمات والمشكلات عبر سنوات في كل كنيسة خدم بها وتنقل بسبب مشكلاته بين عدة كنائس، لا سيما أن تصرفاته استمرت في إثارة الجدل.
سواء في الشارع أو على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، إلا إن الكنيسة القبطية المسيحية الأرثوذكسية أكدت أنها حاولت على مدى سنوات حل مشكلاته ومعالجة أخطائه ونصحه ومنحه فرصة عديدة دون ذلك. وكان القص أثار جدلا بين المصريين خلال الفترة الماضية بعد مقابلة تحدث بها عن الإمام الحسين وقام بمقارنة بينه وبين المسيح، فضلا عن ظهوره في فيديو يقدم أضحية بمناسبة عيد الأضحى، وهذا قلنا لا يعيبه. وبما اعترض البعض أن هذا الرجل منفتح على الآخرين ويشارك في مناسبات دينية مشتركة، ورأى آخرون أن تصرفاته وتصريحاته لا تناسب كاهنا قبطيا. أحبائي وأعزائي، هذا ما نقدمه لكم من جمال، ودايما بنقول يا رب للخير. طيب بيقول لك ما احنا طول عمرنا بنحتبر ونعايد على اخواتنا المسيحيين وهم بيعبدوا معانا بيعيدوا معانا عفوا وحول السنة هزار وقالش على بعض. ليه دلوقتي يتعاقبوا الراجل عشان قدم اضحية؟ ايه الغلط كده؟ يعني ما مليون دار ومدرسة وكنيسة عملوا افطار للصايمين وهدايا وعادي، ايه الغريب دلوقتي؟ ايران بتموله بدليل زيارته لمشهد في ايران وشكره في ابراهيم رئيس ايران اللي مات. السيس مختلف مع إدارة الكنيسة، إيه دخل المسلمين المتعصبين بالموضوع؟ الأمر يعيننا كمسلمين لأن هذا القس كان يجامل المسلمين، بتهنيهم في أعيادهم، بنهنيهم في أعيادهم، ويذكر بعض رموزهم باحترام، وهذا لم يرق للكنيسة التي اعتبرت ذلك خروج عن تعاليم المسيحية، بينما تخرج الكنيسة نفسها لتدين وتغضب حين يخرج رجل الدين مسلم ويحرم على المسلمين وتهانئة المسيحيين في أعيادهم. مش لما تبطلوا تدخلوا في الدول في دينة وتتفسلكوا بعدين لا تنسى تنور عيانا وتحت وصيانا ومش عارف ايه الجزية غدا، مش يعملوا كلام. الاخر جيست يقول اهلا بك يا رحاب الاسلام، تعالى الى الضاحية الجنوبية واعلن اسلامك رفيق دبوك. جيست تاني بيقول المشكلة دايما تحدث من أشخاص يؤولون كلام الآخرين، والناس بقت بالمرصاد لأي حد وأي فعل، والتسرع دايما يدخل الشخص بنفق مظلم. الناس بقت مش طايقة بعض، والسوشيال ميديا يتم استغلالها لتصفية الحسابات. الله المستعان، كلامك حلو ويحترم. الإسلام يشمل جميع الديانات السابقة ويرحب بها ويعترف بها ويحترمها، ولا يكمل إسلام المسلم إلا إذا أحب جميع الأنبياء عيسى وموسى وإبراهيم. نحبهم لأنهم يحملون رسالة التوحيد والنور الذي يطرد ظلمات الشرك. الله وحده هو الخالق والرزاق المعبود بحق، ويستحق العبادة والعبادة جميع الأقوال والأفعال التي يرضاها، وهو مقصد كل إنسان أن يكبر ربه ويرضى عنه ويدخله الجنة وينجيه من النار. الأخ جيست برضه بيقول إيه؟ بالعكس، ده من حسن خلقه، ليس له معنى باختلاف الديانات أكثر ما هو دور إنساني، وده لو في عقل ناضج ويفهم كانوا شكروه بدل ما يهنوه. يا حبيبي إحنا بنتكلم لأنه بدأ يعمل بلبلة في السوشيال ميديا، أكيد هي فرحانة بإعادته. عاوز أقول الأخ خالد بيقول حاجة، ألا يحدث أن شيخ الأزهر شارك بحضور قداس الأعياد المسيحية؟ هل هذا معناه أنه قام بفعل لا يقبله الأزهر واعتبر حضوره بصفة شخصية؟ أنا شايف أن هذا القس المحترم كان بيظهر محبته وشركته المسلمين، وده كان وضع طبيعي بيحدث بين المسلمين أو بيحصل بين المسلمين والمسيحيين بالأعياد. بس أعتقد أنه كان زمان وولي والرموز لا تريد أن يعود هذا العهد. طبعا احنا بنشكر كل اخواتنا اللي شاركوا في هذا الفيديو الجميل،